السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية. بخصوص الأراضي اللي فيها ضرر، الحمد لله وصلنا إلى معرفة الأراضي من خلال المسوق الرئيسي والمطور. تم دعوتي من قبل الأستاذ محمد الشواف أبو عبد الله، هذا طبعا في مكتبهم، أنا الآن ما خلاني أنام اليوم العصر. زين، هذه بالخط الأخضر، اللي بالخط الأخضر البلكات اللي بين المجاورة الأولى والثانية فيها خدمات، وهذا أبو عبد الله بيشرح لكم الآن وش الدرك وش الأراضي اللي موجودة عنده، وهو يسوقها وهو يحذر الناس من أن ترى الموقع هذا في أنبوب ماء اللي هو طبعا خط رئيسي وخط الطرد حق كرمكم الله. أبو عبد الله حبيبي، كنت تشرح قبل شوي ان الاراضي هذه اللي يمر فيها البيب، وعندك الصوره وسمحت لنا ان احنا نصورها. تفضل تشرح لنا اكثر على الاراضي الموجوده هذه. انت وصلت ان باللون الاصفر الثمان هم اللي موجودين في السوق معروضين؟ نعم، المعروضين في السوق طال عمرك ثمان قطع. طبعا احنا كمركز رئيسي للمبيعات نوضح الى عملائنا الكرام لما يجونا بكل شفافيه ان هذا القطع في حاله اختارها ترى عليها إيقاف تراخيص، لا تعطى تراخيص لوجود خط الخدمة بها، وهي عددها قليل، ثمان قطع. طبعاً إضافة إلى إضافة إلى البلوكات هذه اللي مر فيها اللي مو طبعاً عند. لو حصلت مبيعات سابقة نتكلم تقريباً قبل هذا الخطاب. هذا الخطاب واصلنا تقريباً أكثر من شهرين واصلنا. في رمضان. حسب إفادة الأستاذ محمد، وهو اللي صراحة أكد لي خبر أن الأراضي هذه والأرقام أعتقد واضحة، اللي باللون الأخضر عليها دائرة باللون الأخضر هي اللي فيها خطوط شو اسمه. وطبعا في مخاطبات الآن بين البلدية وإدارة المياه وبين المطور لحل المسألة، وفي تقريبا الخط هذا مع المنعطف في كما ذكر لي الأستاذ محمد إن في خط أنبوب كذلك، وجاري حل المشكلة بس متى تنتهي ما ندري. لذلك نقول تأكد قبل الشراء من رقم الأرض. بإمكانكم طبعا مراجعة مكتب الشواف أو من تثقون به بالتأكد من سلامة الأرض. أنا أشكرك أبو عبد الله على الشفافية هذه وشجاعتك في إيضاح المسألة إلى الناس إن المشكلة في مخطط نيو بيج والمشكلة قائمة وفي مخاطبات ومراجعات من المطور زين إلى حل المسألة هذه. شكرا لك أبو عبد الله، وأشكرك إلى داك لاتصالك فيه وتوضيح الرؤية لي وللناس المتابعة علينا. بس الناس لا تخاف، يعني باقي الأراضي باقي المخطط وفي أراضي بسم الله ما شاء الله، بس زي ما قلنا الخط من تحت جاي من هذا الجهة من هنا ماشي طالع واضح ماشي إلى هنا، يعني في الصورة في ميلان شوية في الخطاب اللجنة، عرفنا شلون؟ وهذه أرقام الأراضي.